أهلا بيكم، النهاردة هنتكلم عن الدرس الرابع في منهج أولى ثانوي ماث، وهيكون كلامنا عن إزاي نقدر إن احنا نشوف إن في علاقة ما بين الروتس بتاعة الكوادراتيك إيكويشن والكوفيشنس بتاعتها. سؤال بسيط بس كده قبل ما نبدأ، هو إن احنا لو عندنا كوادراتيك إيكويشن ومش عاوزين نحلها لكن عاوزين نعرف شوية معلومات عن الروتس بتاعتها أو العكس، إيه هي المعلومات اللي احنا ممكن إن احنا نعرفها؟ ده اللي احنا هنعرفه في الدرس بتاع النهاردة. مبدئيا كده يعني ايه روت اصلا؟ الروت هي القيمة اللي بتحقق الايكويشن، بمعنى ان انا لو عندي الايكويشن دي ax squared plus bx plus c equals 0، فالروتس هي قيم x اللي بتخلي الايكويشن دي حقيقية. فعلى سبيل المثال، لو احنا مثلا عندنا ان الايكويشن دي هي x زائد 1 بتساوي 0، فالروت بتاعة الايكويشن دي هي x بتساوي نيجاتيف 1، لان احنا لو عوضنا هنلاقي ان نيجاتيف 1 بلس 1 ايكوال 0 زي ما احنا عايزين. طيب مفروض ان احنا عارفين من lesson 1 ازاي ان احنا نقدر لو عندنا quadratic equation زي كده نحسب الاثنين روتس بتوعها او الروت بتاعها في حالة انها perfect. والطريقة على كده هي الكوادراتيك فورميلا x equal negative b positive or negative square root b squared minus 4ac على 2a. هنعمل بقى حاجة طريفة علشان نكمل في الدرس بتاعنا، هنسمي l هي القيمة لو احنا خدنا الجزء البوزيتيف من دي، يعني l هو negative b plus square root of b squared minus 4ac over 2a، وهنسمي القيمة النيجاتيف بيها هي m، فهتبقى عندي negative b minus square root b squared minus 4ac over 2a. اوكي تمام، فانا كده بقى عندي l وبقى عندي m، هم دول الروتس بتاعتي. هل نقدر ان احنا نكتشف علاقة معينة بينهم؟ ايوه. طيب تعالوا نبدأ كده نستكشف فيها. احنا قلنا ان احنا هيبقى عندنا ان l بتساوي negative b over 2a plus square root of b squared minus 4ac over 2a، وM بتساوي negative b over 2a minus square root of b squared minus 4ac over 2a. طيب بأديشن بسيط هنكتشف ان L plus M بتساوي negative b على a، وبرضو بعملية multiplication بسيطة هنكتشف ان L times M هي negative b over 2a squared minus b squared minus 4ac over 2a، اللي هي هتساوي b squared over 4a minus b squared minus 4a over 2a دي اسف دي 4a squared ودي برضو 4a squared. طبعا هنا انا عندي b squared هتروح على b squared والنيجاتيف مع النيجاتيف، فهيطلع لي ان هي 4a على 4ac اس 4ac على 4a squared اللي هي هتطلع c على a. بمعنى ان احنا ممكن نسمرايز اللي احنا لسه مكتشفينه دلوقتي ده، انه l plus m equal negative b على a و l times m بتساوي c على a. فممكن كده نكتبها بطريقة general اكتر شوية، انه لو احنا عندنا L و M هم الروتس، مش لازم بقى نعرف هي جت منين، يعني مش لازم كل مرة نفضل نمشي المشية اللي احنا مشيناها دي ونبدأ من الكوادراتيك إيكويشن ونرجع للمكان اللي احنا نوصل له. يعني احنا بس مجرد ان احنا نقول ان لو عندنا الكوادراتيك إيكويشن اللي اسمها AX squared plus BX plus C equal 0 دي هي لو احنا قسمنا على A، بمعنى ان X squared plus B على AX plus C على A equal 0، هنكتشف ان هي كأننا بنقول x squared minus l plus m of x plus l times m equal 0، where l و m هم الروتس بتوع الايكويشن بتاعتي. تمام. طيب ده هيفيدنا في ايه؟ اوكي، اول حاجة قبل بس ما نتكلم في الاكزامبل ده، عايز اقول بس حاجة طريفة، انه حتة العلاقة ما بين الكوفيشنس وما بين الروتس دي بتإكستند حتى المعادلات أكتر من الدرجة التانية.
المعادلات بتاعت الدرجة التانية ليها equation ممكن أحل بيها، يعني أنا لو اديت لك معادلة زي كده على طول تقدر تعرف إيه قيم الـ x. طب لو اديتك معادلة مثلا من الدرجة الخامسة حاجة بقى زي كده، المعادلة دي of the fourth degree هي برضو polynomial، لكن الفكرة إن ملهاش equation direct، فلازم أفضل أستعمل طرق مشابهة لهذه إني أجيب علاقات معينة ما بين الروتس عشان أقدر إن أنا أحلها. دي بس كده ريمارك صغيرة لليه أصلا السبب بتاع الكلام ده، مع إن يعني هي مش ده التركيز بتاع الدرس، التركيز بتاع الدرس إن أنا أقدر أستعمل الكلام ده، سببه مش يعني الأبليكيشن بتاعه مش واضح أوي أو مش عليه اهتمام أوي. طيب لو احنا عندنا الايكويشن دي، هو بيقول لي هات لي السم والبرودكت بتاع الروتس. اول حاجه اعملها ان انا هقسم على الكوفيشنت بتاع اكس سكوير، فاكتشف ان الايكويشن بتاعتي هي عباره عن كده ماينس 12 اوفر 2 اللي هي 6. فعلى كده انا هبقى عارف انه ال بلس ام زي ما احنا قلنا هتساوي نيجاتيف 5 على 2، و ال تايمز ام بتساوي نيجاتيف 6. معنى كده ان السم بتاعهم بيساوي نيجاتيف 2.5 والبرودكت بتاعهم بيساوي نيجاتيف 6. بطريقة تانية بيقول لي لو احنا عندنا، لو انا قلت لك ان البرودكت بتاع التو روتس اوف ده هو واحد، طب احنا الاول زي ما قلنا اول ستيب ان انا اخليها في النورماليزد فورم ده، واحنا عارفين ان الرقم ده ساعتها هو ده هيكون البرودكت بتاع التو روتس اللي هو ايه اللي ان هو واحد، فعلى كده كي هتساوي كام؟ 2، لان انا عارف ان الرقم ده هو البرودكت بتاع التو روتس وهو قايل لي ان البرودكت بتاع التو روتس هو واحد، فعشان كده انا مش هحتاج ان انا اعمل حاجه اكسترا. اوكي هنا بقى بيقول لي حاجه، بيقول لي لو انا عندي ان انا قلت لك ان واحد من الروتس بتاعت الكوادراتيك ايكويشن هي 1 بلس اي، احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان انا لو كان عندي روت ريال روت كومبلكس للكوادراتيك ايكويشن فالكونجيجيت بتاعه اللي هو في الحاله دي 1 ماينس اي برضه لازم يكون روت، والسبب لده موجود في الفيديو بتاع لسون 3. فعشان كده انا عارف ان الكوادراتيك ايكويشن بتاعتي الروتس بتاعتها هم 1 ماينس اي و1 بلس اي، فببساطه اقدر ان انا اجيب اقول ان ال بلس ام في الحاله دي، يعني لو ال هو 1 بلس اي وام هو 1 ماينس اي فال بلس ام هتساوي 2 وال دوت ام هي 1 سكويرد بلس نيجاتيف سوري ال دوت ام هي 1 سكويرد بلس 1 سكويرد اللي هي بتساوي 2، دي جايه من 1 ماينس اي 1 بلس اي اللي هي بتساوي 1 سكويرد ماينس اي سكويرد اللي هي 1 سكويرد بلس 1 سكويرد اللي هي 2. فعلى كده انا عرفت ان السم بتاعهم هو 2 والبرودكت بتاعهم هو 2، فعلى هذا الاساس الايكويشن بتاعتي هي اكس سكويرد ماينس 2x بلس 2 ايكوال 0. واقدر ان انا اتاكد من ده من ان انا احل الايكويشن دي تاني واعرف ان هم دول الروتس بتوعها فعلا. طيب عندنا بقى تاسك كمان اللي هو اللي احنا لسه عاملينه بس بطريقه عامه شويه. لو انا قلت لك ان الروتس هم اكس 1 واكس 2 وقلت لك هات لي الكوادراتيك ايكويشن، تعمل ايه؟ ممكن تعمل اللي احنا لسه عاملينه ده، انك تقول ان اكس 1 زائد اكس 2 هو ده بي على ايه؟ وانه x1 دوت x2 هو ده c على ايه؟ هو ده اسف نيجاتيف b على ايه؟ وانك تكتب بعدها ان x سكويرد بلس نيجاتيف b على ايه؟ x بلس c على ايه؟ ايكوال 0، هي دي المعادله بتاعتنا، لكن احنا مش لازم نعمل كده، بمعنى انه في حل تاني برضه، وهو برضه حل بسيط الى حد ما، انه انا عارف ان هي دي القيم اللي عندها الx بتتحقق، يعني بمعنى ان انا بدل ما بكتب الايكويشن بشكل الفورم ده ممكن اكتبها مثلا زي ما احنا بنكتب x ناقص 2 في x ناقص 3 ايكوال 0، بكتبها في الروت فورم، فانا هكتبها ان هي x ناقص بلاش x1 و x2 خليها l و m، فانا هكتبها ان هي x ناقص l في x ناقص m، وهيطلع لي نفس الحكايه بالظبط، بس الفكره ان انا هنا مجرد هعملها بالديستريبيوتيف بروبرتي على طول هتطلع ان هي x ناقص l بلس m x سكويرد اسف ناقص l بلس m x بلس l m ايكوال 0 زي ما انا عايز بالظبط. طيب اخر اكزامبل معانا بيقول لنا لو ال و ام هم الروتس بتوع الايكويشن دي، هات لي الايكويشن اللي الروتس بتاعتها ال سكويرد و ام سكويرد. طيب اول حاجه اعملها ان انا الاقي الروتس بتاعت الايكويشن دي اصلا، فعشان كده انا هقول x equal negative b negative negative 8 اللي هي positive 8 minus
positive or negative square root b squared اللي هي هتبقى 64 minus 4ac 4ac اسف اها على 2. هيطلعوا في الاخر ان هم 3 و5. فانا عشان كده بقول انه ال هقول احنا دايما بناخد ان هناخد ان ال هي الاكبر ام هي الاصغر، فعشان كده ام ايكوال 3 ال ايكوال 5. فانا عشان كده عرفت ان ال سكويرد هي 9 وام سكويرد اسف ال سكويرد هي 25 وال سكويرد هي وام سكويرد هي 9. سوري انا اكتبها بس بطريقه منظمه اكتر، انه بما ان احنا عرفنا ان ال بتساوي 5 وام بتساوي 3، فعلى هذا الاساس احنا نقدر نعرف انه ال بتساوي 25 ال سكويرد بتساوي 25 وام سكويرد بتساوي 9. على كده احنا بقى هو عايزنا نعمل الايكويشن اللي دول الروتس بتاعتها بسيطه. هنجيب ال سكويرد زائد ام سكويرد اللي هي تطلع 25 بلس 9 اللي هي 25 بلس 5 بلس 4 اللي هي 34 وال دوت ام اللي هو 25 تايمز 9. مش مهم الرقم قوي، الفكرة ان هي في الاخر الايكويشن بتاعتنا هتكون ليها هذا الشكل x squared minus 34x plus 25 times 9 equals 0. وده كده بيحل المشكلة بتاعتنا. طيب اخر حاجة انه في بس سؤال كده اكسترا وهو كالآتي. لو احنا عندنا انه في الايكويشن دي احنا دايما نقدر ان احنا نقول ان هو في الكوادراتيك ايكويشن ان جنرال احنا عندنا ان اكس سكويرد ماينس بي على اي اكس بلس سي على اي ايكوال 0. فدي في الايكويشن ان جنرال. طب سؤال بسيط، هو ازاي انا هل اقدر ان انا اجيب قيمه a طالما انا بحسب ال بلس ام وال ام ولا ما اقدرش؟ طيب لو ما اقدرش اجيب قيمه a فهل ده بيضرني في حاجه ولا لا؟